تابع مشاهدينا الأحبة تفاصيل أمسية الليلة من برنامجكم من عمان، وفي هذه المتابعة نتابع تفاصيل بيان مجلس الوزراء المتعلق بمنظومة تطوير محافظة مسندب من خلال قرارات متنوعة وجاءت بناء على الاهتمام السامي والحرص أيضا السامي بتطوير هذه المنظومة لمحافظة مسندب بشكل عام. تفاصيل أوفى ينضم معنا عبر هذا الربط المرئي من ولاية خصب معالي السيد إبراهيم بن السعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم. مساء الخير معالي السيد، ونبارك لكم أيضا هذه القرارات في بيان مجلس الوزراء اليوم. مساء النور لكم وعلى جميع مشاهدين القناة العامة وعلى برنامجكم الطيب. الحمد لله، هو يوم طيب لهذه المحافظة ولعمان أجمع. كيف تقرأ معاليكم هذه القرارات التي جاءت بناء على الحرص السامي بهذه المحافظة ودورها القادم إن شاء الله في رؤية عمان 2040؟ بالتأكيد هذه القرارات جاءت متوافقة مع ما أقرته استراتيجية مسندم 2040، وهي منسجمة انسجام تام مع رؤية عمان حقيقة 2040 أيضا. هذه يعني التوجيهات السامية والقرارات المقررة جاءت أيضا متوافقة للحراك الاقتصادي المؤمل في هذه المحافظة، وشملت عدة قطاعات، وهذه القطاعات أبرزها كما ذكر هو قطاع التعليم العالي وأيضا قطاع اللوجستيات وقطاع النقل، بالإضافة إلى القطاع السياحي، وكانت أبرز المناشط التي والقطاعات كما ذكرت التي جاءت في هذه البيان والقرارات. نعم، أنا أبدأ بالقطاع التعليمي معاليكم. نتحدث عن إنشاء فرع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، كيف سيساهم في تطوير محافظة مسندم على وجه التحديد من باب التعليم، بالإضافة إلى إعداد وتهيئة أبناء المحافظة من خلال مختلف التخصصات؟ هناك طبعا عوامل كثيرة ترتبط بإنشاء كلية أو إنشاء كلية جامعية في أي موقع جغرافي، وفي مسندم بحكم خصوصيتها الجغرافية أيضا هذا الجانب سيضيف أن القطاع سيقترب من أبناء المحافظة، ستكون هناك كلية يستطيعوا أن يلتحقوا بها وستكون قريبة من منازلهم أماكن سكنهم، مما يوفر سهولة ويسر. بالإضافة لذلك سيرتبط ذلك بتوفير عدة وظائف ترتبط بالخدمات، ترتبط بالإسناد الإداري للكلية. بالإضافة الكلية ستكون صرح معماري متفرد يضيف للمدينة، وطبعا تساهم في إنعاش الحراك العقاري وأيضا السياحي بشكل عام، لأن القاطنين في المحافظة الدارسين والدارسين من خارج المحافظة بالإضافة إلى من سيعملون في الكلية سيكون لهم دور في تنشيط الحركة الشرائية والاقتصادية بشكل عام، بالإضافة إلى توفير مهارات ستقترب من المحافظة، وهي مهارات سترتبط بالكادر التدريسي وربما الأنشطة المصاحبة لهذا الكادر. يعني القرارات أيضا العملية التعليمية بشكل عام. نعم، القرارات شملت أيضا بناء منظومة متكاملة للمخزون الاستراتيجي بما يحقق الأمن الغذائي والدوائي في المحافظة. نتساءل أيضا كيف أهمية ذلك في تأمين حاجة السوق المحلي بالمحافظة من السلع الغذائية وأيضا الأدوية بشكل خاص. كما هو معلوم بأن الطبيعة الحدودية لمسندم لربما وجود فاصل بينها وبين بقية محافظات السلطنة يستوجب تدوير هذا المخزون بشكل عام، يعني للحماية وللتأمين في حال وجود يعني أي موانع لا قدر الله تأتي في المستقبل، وهذا أعتقد أنه نشاط مهم جدا أن يشعر القاطنون بأن السلع متوفرة بكافة مستوياتها من ضمنها المحروقات، الوقود، الغذاء وأيضا الدواء، وهي أشياء رئيسية، وبالتالي تدوير هذه بشكل مستمر وتواجدها بمخزون سيطمئن القاطنين هنا بشكل عام في تدويرها، وأعتقد أن الاستثمار فيها واجب وأساسي.
يعني معاليكم أيضا من القرارات التي لاقت إقبالا شديد المتعلق بتحويل ميناء خصب من ميناء إلى منطقة لوجستية، كيف تقرأ أيضا انعكاسات هذا التحويل على المنطقة بشكل عام؟ لنفس الأسباب اللي ذكرتها سابقا، وهي أنه القطاع اللوجستي هو يربط مدن المحافظة داخليا، هذا في البداية، وأيضا يوفر سهولة ويسر في نقل البضائع من وإلى المحافظة، سواء عن طريق مختلف وسائل النقل البري الجوي وأيضا البحري. وأعتقد أن تطوير هذه المنظومة سيساهم بشكل كبير في تطوير الصناعة، أيضا صناعة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وأي جانب تجاري ينشد بأنه يعني يقصد في هذه المحافظة سيكون هناك يعني يسر في عملية نقل البضائع، استيرادها، تصديرها أيضا، وأيضا عمليات التخزين من خلال وجود مخازن. بالإضافة لذلك أنه القطاع الصناعي سيوفر جملة من الوظائف المهمة، وسيستقطب الكثير من العاملين سواء من داخل أو خارج المحافظة، من عمان أو من خارج عمان، وهذا نشاط اقتصادي مهم جدا. يضاف إلى ذلك معاليك إنشاء مناطق اقتصادية سياحية خاصة تكون بمثابة المحرك للاستثمارات السياحية للمحافظة، نتحدث عن أهمية إنشاء هذه المناطق بشكل عام، وكيف ستعمل هذه المناطق على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي؟ طبعا هذا النموذج لربما الآن تتفرد به مسندم. مسندم محافظة جميلة ورائعة، بها خلجان وبها مساحات بحرية جميلة، بها أيضا شواطئ رائعة، جبال شاهقة وتكوينات صخرية، ويعني بالإمكان الاستثمار في هذه الواجهات الموجودة في الاستثمار السياحي. فتم يعني وضع هذا الاستثمار في قالب أن تكون هناك منطقة خاصة في الاستثمار السياحي، وهذه طبعا جاءت بالتنسيق بين عدة أطراف ومن ضمنهم وزارة السياحة. حقيقة كان جهد على مدى أكثر من عام في تكوين هذه الفكرة، بالإضافة طبعا وحدة يعني متابعة تنفيذ الرؤية 2040، وأطراف أخرى تساهم في وضع هذا الإطار كنموذج جديد في عمان. أعتقد أنه سيوفر عدة تسهيلات، سواء كان للمستثمرين في إقامة منشآت ذات طابع سياحي، بالإضافة إلى يعني أنشطة سياحية يشتغل بها الأهالي من خلال ممارساتهم اليومية، ويعني بالشق الأخير هو يعني توفير يسر للقادمين للاستمتاع بهذا النشاط السياحي من خارج عمان ومن داخلها. نعم، يعني معالي السيد، أيضا من ضمن القرارات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم متعلق بإشراف منطقة محاس كمنطقة اقتصادية، نتحدث عن أدوار هذه المنطقة بإذن الله في القطاع الصناعي وأيضا في تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة. عذرا منكم. طبعا الصناعة مهمة جدا، وتوفير هذه المساحات التي ستكون توفر للمستثمرين وأصحاب الأعمال بمساحات يستطيعوا أن ينقلوا فيها بضائعهم من خلال استيرادها وتصديرها، بحيث أنها توفر نشاط تجاري مرتبط بتخفيف قيود الضرائب، تخفيض قيود الكلفة في استئجار هذه الأراضي. وأعتقد بأن هذا سيجذب الكثير من المستثمرين أيضا من داخل وخارج عمان بإذن الله، وسيؤطر مسألة الصادرات بشكل كبير جدا. نعم، يعني وجه جلالة السلطان أيضا بسرعة تنفيذ هذه القرارات التي ذكرت اليوم، نتحدث عن خطة التنفيذ، متى ستبدأ هذه المشاريع في التنفيذ على أرض الواقع؟ حقيقة التنسيق للتنفيذ بدأ منذ فترة مع مختلف المؤسسات، ومن ضمن هذه المؤسسات هي وزارة النقل، وزارة السياحة، بالإضافة إلى مؤسسة المناطق الصناعية، مؤسسة المناطق الإدارة المناطق الحرة، وجملة من المؤسسات ذات الطابع الإداري كوزارة التجارة أيضا،
معنية، وهذه القطاعات بدأت في التجهيز لهذه الخطط والبرامج. القارئ ربما للرجوع لبعض الأشياء التي صدرت في السابق، هي منحت تراخيص لبعض المؤسسات في القطاع السياحي، هناك أيضا مناقصات ومزايدات نزلت في القطاع اللوجستي كميناء خصب، وأعتقد أنها أيضا صدرت في بيان وزارة النقل بشكل واضح. نعم، بإذن الله بإذن الله نرى هذه المشاريع على أرض الواقع وفي خطة زمنية محددة. أنا أشكرك على هذا الحضور المرئي الليلة للحديث عن بيان مجلس الوزراء بشأن تطوير محافظة مسندم، معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم. شكرا جزيلا، وأنا أتواصل معكم أيها الأحبة في أمسية الليلة من برنامجكم من عمان. لدينا حديث الليلة عن مدينة صور الصناعية والمشاريع المهمة التي تنفذ على هذه المدينة بشكل عام. قبل ذلك نشاهد تقرير عن ذات الموضوع، بعدها حديث أوفى برفقة ضيفنا الكريم. ابقوا معنا.